وانا موجود معاكم النهارده في ارض صحراويه، هو ده العلم، ازاي ان انا استفيد من الموارد المتاحه. اذا كان عندي ارض رمليه في تحديات بتواجهني بسبب ارتفاع نسبه الملوحه في المياه وفي التربه، مشاكل بتؤثر على الانتاج وعلى نمو المحاصيل. النهارده العلم بيقول كلمته، انا موجود معاكم علشان في اسال مجرب نتعرف على نجاح الزراعات المختلفه. طبعا انا برحب بحضرتك وبشكرك على هذه الاستضافه. مرحبا. اسمك ايه؟ محمود عبد السلام نصر الدين. اهلا بيك. انا بحب اكد للساده المشاهدين على مكاننا، احنا فين برضو علشان اللي عايز يجي يشوف التجربه يجي يشوف بنفسه. احنا فين هنا؟ احنا في جمعيه روابع على الصحراوي في منطقه وادي نطرو. تمام. احنا تبع محافظه البحيره هنا في المكان ده. 30 فدان. احكي لي قصتهم، بقالكم هنا سنتين، ده اللي انا عرفته. بقالنا سنتين. المشاكل ابتدت تظهر امتى؟ اول مشكله ظهرت قدامنا هي الملوحه. المياه فيها نسبه ملوحه عاليه. اثرت على ايه بقى؟ اثرت على الشجر، وعلى كنا زارعين كوسه ساعه ما استلمنا الارض، وكنا زارعين فول، والسنه دي كنا زارعين فول بسم الله ما شاء الله على الفول السنه، كان حلو خالص. لا انا عايز اتكلم عن الاول برضه. عن الاول. الاول ايه المشاكل؟ لان دي تهمني، لان في ناس كتير بتعاني من مشاكل عندها في الزراعه مش عارفه تحلها. الاصفرار اول حاجه في الفول، وما فيش محصول، ما فيش انتاج اطلاقا. تمام. ابتديت بقى تسال، والميه عندك فيها ملوحه، حللتها فين وطلعت النسبه كام؟ حللتها في مدينه النابوريه هنا، النسبه بتاعتها طلعت 2000 ونص. 2000 ونص ملوحه. قالوا لك ايه بقى؟ هم قالوا لي مش هتزرع الا زيتون، يعني قالوا لي انت زرعتك زيتون او تين شوكي، هم دول اللي تزرعهم. معمل اللي انت حللت فيه قال لي ازرع زيتون، قال لك اشتغل على زيتون. بسم الله ما شاء الله، زرعت منجاهيه وزرع فول صيفي، برتقال صيفي، وزرعين كوسه، وكنا زارعين فول تبارك الله. يعني الفلاح علشان تغير من نمط الزراعة بتاعه، أو هو تعود على أنه يزرع من سنين ويقول لك أنت لسه هتعلمني، ده أنا فلاح ابن فلاح، أن أنت تفكر تشتري جهاز وتركبه، إيه اللي خلاك تقتنع بيه؟ أولا أنا سألت ورحت شفت مزارع، قالوا الجهاز نتيجة، فأنا ما صدقتش، رحت شفت بعيني في المزارع الثانية. فسألت واحد واثنين وثلاثة، فربنا كرمني واتصلنا على الاستاذ محمود، والشركه جابت لنا الجهاز لغايه هنا وركبت لنا الجهاز. قالوا قد ايه بالظبط؟ احنا بقى لنا كده الجهاز بقى له سنه، انا شاري بقى لي سنتين او سنتين ونص. انا الجهاز بقى له سنه، الشجر ده بقى له كده سنتين. يعني عدى عليك موسمين؟ موسمين، موسم بالجهاز وموسم غير الجهاز. الموسم اللي بالجهاز بقى، اعمل لي مقارنه كده ما بين الفول اللي كنت زرعه قبل ما تركب الجهاز والفول بعد زراعه الجهاز. الفول قبل زراعه الجهاز كان اصفر وما فيش انتاج، اصفر اطلاقا، وما يعني 50 سم من ارتفاعه من الارض. بسم الله ما شاء الله السنه انتاج، ولون الارض، لون الـ 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 الانتاج بتاعي، لون الزراعه والانتاج كان حلو خالص الحمد لله رب العالمين. احنا واقفين في الكوسه. دي كوسه، الكوسه حساسه للملوحه اساسا. حساسه، وهي دي بقى لها النهارده 55 يوم، جمعت منها جمعتين ما شاء الله. دي ثاني جمعه جمعها امبارح ما شاء الله. في زياده في الانتاج الحمد لله. كل جمعه طبعا لازم الكوسه دي كل جمعه فيها انتاج، بس لما كنت زارع البقره ما كانش فيه اللون دي او العرش دي اصلا. احنا هنا تأثير، انما دي كوسه. احنا هنا في البحيره. في البحيرة. بس انت قلت لي قبل التسجيل انا من سوهاج. من سوهاج احسن ناس. الله يبارك لك. ربنا عندك ارض طينيه هناك؟ عندنا ارض في المؤسسه. طيب الفرق ما بين انتاج الارض الطينيه والارض هنا ايه بعد تركيب الجهاز؟ لا هناك انا بنروب ميه نيلي، بس اللهم صل على النبي بالنسبه لتركيب الجهاز في انتاج، يعني الانتاج قبل تركيب الجهاز في الزراعات اللي قبل كده زاد معايا في تركيب الجهاز. يعني الانتاجيه اللي موجوده عندي النهارده اقدر اقارنها بالاراضي الطينيه؟ يعني هناك بدينا هناك تزيد شويه، يعني احنا بنقول كلام صراحه، احنا كده على انا عايزه على ارض الطبيعه. هناك هتزيد، مش هنقول لك هناك بتروى ميه نيلي وهتزيد، بس برضه بالنسبه للي قبل كده انا يعني عديت ياما، يعني عديت 80% ما شاء الله. عديت 70% و80% كمان ما شاء الله، زياده 70 او 80% عن الموسم اللي قبل. عن الموسم اللي قبله والشجر دي اللي يحكم ما شاء الله. كان المزارعين دايما بيشتكوا من شبكه الري. فعلا كان نسبه الملوحه الزايده بتسد النقطات، خليك تتكلف وكل شويه تشتري خراطيم. لا ما اشتريتش يعني صراحه، بس بتزيد معايا فيه ان انا كنت من نمشي نسلك النقاطات، لما الجهاز بفتت لي الملوحه ما فيش سد نقاطات، قليل خالص النسبه بتقل برضه، مش هنقول لك بس، ولكن شغل حلو، نتيجه حلوه معايا.